السلام عليكم، أنا اسمي ماريا وفوك نحلو هذه الصفحة مع أمي. السلام عليكم. إذا موضوع مقارنة ساعات، الصفحة 26. نبدأ. إذا راح نبدأ بحل هذه الصفحة. تريد ليلى استعمال قارورة سعتها 50 سنتيلتر لملء الأوعية الثلاثة بالماء. 50 سنتيلتر، كم قارورة يلزمها لملء كل وعاء؟ الأوعية الثلاثة ألف باء جيم، ألف جيم باء. قبل ما نديرو هذا التمرين لازم نفهمه، أوكي؟ نفهمه كيفاش راح نحسب. باش نديرو هذا التمرين لازم نفهمو واش معنى الليتر واش معنى سنتيلتر. فهمتي؟ نعم. اجلسي. اذا هذا فيه 50 سنتيلتر، يعني سنتيلتر 5 10 15 20 30 35 40 45 50. هذا سنتيلتر. كي نديرو 50 سنتيلتر هذا 50 سنتيلتر، وهذا 1 لتر. تعمر ولا لا؟ لا لا ما تعمرش. نزيدو نديرو 50 سنتيلتر. الآن تعمر، هكذا نقوله 1 لتر. هنا 1 لتر، وهنا شحال درنا؟ 5 سنتيلتر. 50 سنتيلتر. 50 سنتيلتر درناها مرة واحدة ولا 2 مرة؟ يعني شحال درنا من سنتيلتر هنا؟ شحال درنا من سنتيلتر؟ درنا 50. ها؟ 50 و50 يعني شحال؟ يعني 100. أحسنتي، 50 زائد 50 تساوي 100، معنتها 100 سنتيلتر تساوي 1 لتر. فهمتي ولا لا؟ فهمتي. إذا هذا سنتيلتر، زوج تاع 50 سنتيلتر تساوي 1 لتر. وإذا كان عندنا واحد كبير تاع 100 سنتيلتر كنفرغو هنا يتعمر، خاطرش هذا 1 لتر، و 100 سنتيلتر تساوي 1 لتر. فهمتي؟ نعم. تيبو، إذا هذا هو التطبيق، نخليهم هذا هنا، ممكن نحتاجهم من بعد. هاتي نمسح، مرحبا. راح نكملو التمرين. إذا قلنا تريد ليلى استعمال كم قارورة سعتها 50 سنتيلتر، يعني كما هكا 50 سنتيلتر، هذه قد هك، لملء الأوعية الثلاثة بالماء. تحب تستعمل هذه باش تعمر هذو، اوكي؟ فهمتي؟ كم قارورة يلزمها لملء كل وعاء؟ كم قارورة يلزمها لملء كل وعاء؟ يعني شحال تحتاج من قارورة باش تعمر كل وعاء؟ فهمتي؟ نعم. اذا شوفي، عندنا ألف فيه 3 لتر، هذا فيه 3 لتر، يعني كيف فيه 3 لتر شحال من هذا؟ شحال نستعمل هذا؟ شحال هذا؟ 1 لتر. هذا 1 لتر. شحال نستعمل هذا؟ شحال فيه من لتر؟ 3 لتر. هذا 1 لتر وهذا 3 لتر، يعني شحال من واحد هكا باش نعمره هذا؟ لازمنا 2.
اثنان هذا 1 لتر، اثنان لتر، احنا نحتاجه 3 لتر. 3 لتر، شحال نحتاجه من لتر؟ 3 كما هذا باش نعمرو هذه. اذا نستعملوا اللتر، نعمرو هذا نفرغوه ونزيدو نعمروه، نفرغوه ونزيدو نعمروه، نفرغوه 3 لتر. فهمتي؟ ولكن اذا نستعملوا هذا، اذا نستعملوا هذا تاع 50 سنتيلتر، شحال؟ نو ما لازمش نحسبه بالكاس، خمي فقط، خمي دركا. قلنا هذا زوج منه عمر واحد، 50 زائد 50 تساوي 1 لتر. الآن 3 لتر، شحال نحتاجه من هذا باش نعمرو إناء نتاع 3 لتر؟ 6. أحسنتي، كيفاش حسبتي؟ بصبعي. لازم نديرو زوج 3 مرات. أحسنتي، زوج عمرنا واحد، زوج عمرنا واحد، وزوج عمرنا واحد، يعني 6. أحسنتي، إذا 3 لتر تساوي 6 قارورات. خطرش قالوا لنا كم قارورة يلزمها لملء كل وعاء؟ إذا هنا يلزمها 6، وهنا هذا نتاع 5 لتر، يعني فيه 5 من هذا، 5 لتر. شحال نستعملوا من هذا؟ هذا نقولوا احنا قارورة، بس هو ما عندهم قارورة، هذا قارورة. إذا شحال من قارورة نتاع 50 سنتيلتر باش نعمروا هذا نتاع 5 لتر؟ 10. أحسنتي، كيفاش حسبتي؟ نديرو 5 مرات نديرو 2 مرات 5، يعني زوج من هذا 5 مرات، معناتها يولي 10. أحسنتي، إذا هنا نستعملو 10، وهنا هنا نستعملو هذا. واش فيه؟ شحال؟ 1 لتر. 1 لتر، 1 لتر شحال نستعملو من 50 سنتيلتر؟ نستعملو 1. 50 سنتيلتر نعمر 1 لتر؟ لا، 2. أحسنتي، 2. إذا زوج من هكا نعمر واحدة 1 لتر، يعني هذا راهو كيما هذا، قارورة تاع 1 لتر هي كيما هذا الطاس. فهمتي؟ أحسنتي، كيفاش راح نديرو الآن؟ برك فهمتي بلي هذا 1 لتر شحال فيه من سنتيلتر؟ سنتيلتر 50 مرات. معناها شحال؟ ما نقولوش 50 2 مرات، 100 سنتيلتر. 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر، هكا نقولو، ما نقولوش 52. فهمتي؟ نعم. أحسنتي، الآن كملنا مع هذا، شوفوا التمرين الثاني إذا نحتاجه ولا لا. إذا قلنا سيبوا هذا كملناهم، رتب الأوعية 3، الأوعية يعني وعاء وعاء وعاء، رتب الأوعية 3 من الأصغر سعة إلى الأكبر، نرتبهم من الأصغر إلى الأكبر. كيفاش؟ هذا الأول، هذا الثاني، وهذا الثالث. أحسنتي، هذا الأول، هذا الأول، هذا الثاني، وهذا الثالث، يعني 1 لتر 3 لتر و 5 لتر هو الأكبر. أحسنتي، الآن ما نحتاجوش هذو، نهبطو الكاميرا. السؤال الثالث، انقل على كراسك ثم أكمل بالعدد المناسب. أنا راح نكمله في لتر. انقل على كراسك ثم أكمل بالعدد المناسب، هذا شحال؟ 100 سنتيلتر. هذا سنتيلتر، 100 سنتيلتر. 1 لتر فيها 1 لتر. أحسنتي، نكتبها هنا في الكراسة. إذا نكتب لكم بعد انت هذا الشيء، 100 سنتيلتر
تساوي شحال من لتر؟ لحظة نكملو. 2 لتر تساوي كم من سنتيلتر؟ 300 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ انت فكري، انا نكتب وانت فكري. هاك تفكري. نعم. 5 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ 50 سنتيلتر زائد 50 سنتيلتر كم تساوي من سنتيلتر؟ هاك إذا 100 سنتيلتر شحال تساوي من لتر؟ 1 لتر. أحسنت، 1 لتر يعني زوج من القارورة يساوي 1 كما كان الطاس الأحمر. إذا 100 سنتيلتر تساوي 1 لتر. أنا عندنا ضعف 2 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ 200. 200، أحسنت. 300 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ 3. أحسنت. لا، خطأ في الكتابة. هذا عين. 3 تكون هكذا والعين هكذا. عادي هنا 3. خمسة لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ 5 لتر 50. 50 كم تساوي من سنتيلتر؟ خمم له. 50. كيفاش 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر وخمسة لتر تساوي 50 سنتيلتر؟ 50 يعني 5 من هذا الأحمر، 5 هما خلص، هذا 1 لتر، 5 منه 5 لتر تساوي 1 سنتيلتر، تساوي 50 سنتيلتر كما هكا. لا لا، إذا كم تساوي؟ فكري 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 ماريا. إذا كان 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر، 2 لتر تساوي 200 سنتيلتر، 3 لتر تساوي 300 سنتيلتر، 5 لتر كم تساوي؟ 100. علاش 100؟ 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر. فكري، لا ما كيش مركزة. كيفاش جاوبتي هذا وما قدرتيش تجاوبي هذا؟ 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر. أوكي، يعني إذا روح 1 لتر، هذا 1 لتر فيه 100 سنتيلتر. اوكي، نزيدو 1 لتر، نكتبه بالعربي ولا بالفرنسية؟ 1 لتر، 1 لتر، 1 لتر، عندنا 5، نقولو 5، كل واحد فيه 100 سنتيلتر، 100 سنتيلتر، 100 سنتيلتر، 100 سنتيلتر. شحال يولي عندنا من سنتيلتر؟
500 500 مرئيا شوف 500 شوف إذا كان 3 لتر تساوي 300 سنتيمتر عارفة؟ أنا قلت 500 قلتي لي 50 قلت 500 نو قلتي 50 عطاكش ما تخنفي إيه شفتي؟ 500 يعني غلطتي في الكلام ولكن قلتي 50 من بعد نشوف الفيديو إذا 500 سنتيلتر كم اللي هذه؟ 50 سنتيلتر زائد 50 سنتيلتر كم تساوي؟ 100 سنتيلتر 100 سنتيلتر أحسنتي هذا هو أحسنتي إذا كملنا هذا الأول نروح الثاني أنجز بعلبة واحدة من عصير البرتقال سعتها 1 لتر يمكن ملء 5 أكواب يعني علبة عصير قسموها على 5 أكواب باش يعطيو للتلاميذ في المدرسة التلاميذ في القسم عندهم علبة عصير هذا علبة عصير فيها 1 لتر قسموها على 5 أكواب يعني هذه هي السعة تاع علبة العصير إذا هذا هو هذا الطاس هو نقوله 1 لتر العلبة هذه فيها 1 لتر إذا نفرغوا هذه في 5 أكواب 5 أكواب شحال راح يكون عندنا في كل كوب يعني راح نديرو نفس الشيء كيما هنا عندنا واحدة علبة عصير دائما نحاولوا نفهموا نرسموا باش نفهموا هذه فيها 1 لتر علبة عصير راح نقسموها على 5 أكواب اوكي 5 أكواب كل 5 أكواب هكا نقدرش نشوف مليح 3 5 هذو 5 أكواب نفرغوا فيهم في 5 العصير إذا كانت هذه 1 لتر هنا ما رحش يكون 1 لتر لأنه هو 1 لتر ما نقدرش نقوله هنا 2 لتر يعني راح يكون أقل أقل هو السنتيلتر شحال فيها إذن قلنا نحولوها إلى سنتيلتر شحال فيها 1 لتر من سنتيلتر 100 أحسنتي إذن 100 سنتيلتر إذا نقسموها على 5 أكواب شحال يولي في كل واحد من سنتيلتر 20 كيفاش حسبتي؟ لأن 20 5 مرات تساوي 100 أحسنتي إذا كل واحد راح يكون فيه 20 سنتيلتر كيفاش نحسبو؟ 20 زائد 20 زائد 20 زائد 20 زائد 20 تساوي 100 إذا كل إذا 20 زائد 20 زائد 20 زائد 20 تساوي 100 سنتيلتر الآن نروح للسؤال اللي بعده عندنا هذا الجدول أكمل ملء الجدول التالي راح نكمله هذا الجدول هذا الجدول اللي عطاولنا 1 2 3 4 5 إذا عطاولنا عدد العلب 1 2 3 4 5 وعدد الأكواب هنا عدد الأكواب إذا ماريا عدد العلب كانت عندنا علبة واحدة
شحال فيها من كوب؟ علبة شحال فيها من كوب؟ 5. 5، أحسنتي، فيها 5. إذا كان عندنا 2 علب شحال يكون فيها من كوب؟ 10. إذا كان عدد العلب 2 شحال يكون فيه من كوب؟ 10. 10، أحسنت. شت. إذا كان عندنا 3 علب شحال يكون فيها من كوب؟ 15. 15، أحسنت. إذا كان عندنا 4؟ 20. 20، أحسنت. إذا كان عندنا 5؟ 25. 25، أحسنت. من بعد السؤال يقول إذا كان عدد تلاميذ القسم 34 تلميذا، عندنا قسم فيه 34 تلميذا، كم علبة يلزم لكي ينال كل تلميذا كوبا واحدا من العصير؟ كل تلميذ لازم يشرب كوب واحد من العصير، وعندنا 34 تلميذا، شحال لازم لنا من علبة باش يشربوا 34 كلهم كأس كأس؟ نعم، 7. 7، لحظة، إذا 7. كيفاش عرفتي بلي 7؟ إذا كانوا 34، لازم أن إذا كان عندنا 34 تلميذ لازم 7 علب. 7 علب من العصير. من العصير راح نجربه. إذا هنا عندنا 5 علب، عندنا 25 كأس ولا كوب. إذا نديرو 6 علب شحال يكون عندنا من كوب؟ 30. 30، أحسنت. إذا كان عندنا 7 شحال يكون عندنا من كوب؟ 35. 35، أحسنتي، ما تحركينيش، أحسنتي. إذا 35، 7 فيها 35 كوب، شحال عندنا من تلميذ؟ 34. 34، يكفيهم 7 علب؟ نعم يكفي، بصح غير نحي واحد كاس. نحي واحد كاس يبقى لنا واحد كوب، يبقى واحد كوب تشربه المعلمة. أوكي، إذا نروحوا للتمرين اللي بعدوها قبل ما نكتبه، إنه الوقت ضيق. أكتب الرمز تساوي بين الساعات المتماثلة. عندنا هنا الساعات، لازم نشوفوا وش الجهة وش يكون مساوي معها من الجهة الثانية. عندنا 300 سنتيلتر، شحال لازم من هذا الجهة باش يكون مساوي؟ 300 سنتيلتر. 3 لتر. 3 لتر. 900 سنتيلتر. 9 لتر. 9 لتر، أحسنتي. 0 لتر و 25 سنتيلتر شحال؟ 25 سنتيلتر. أحسنتي، مادام 0 لتر معناتها 25 سنتيلتر. 25 سنتيلتر، أحسنتي. 3 لتر زائد 50 سنتيلتر. 350 سنتيلتر. أحسنتي، يعني هنا نديرو تساوي مع هذه. أحسنتي، إذا هذه هي الصفحة كملناها، وإن شاء الله غدوة نديرو في كراس النشاطات نفس الدرس. وش تقولي للمتابعين؟ ان شاء الله ديروا بزاف اللايك، ها ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم الخدمه نتاع ماريا. السلام عليكم. على السلامه.